مش عايز اقول رابر، بس هو عموما الرابرز حتى بره بيبقى لهم عمر، يعني ممكن يكون اللي طلع بره العمر لانه بدأ يمثل حد زمان من ايام ما كان هيب هوب فراب، حد زي ايس كيوب وبعدين كمل تمثيل. مظبوط. مش عايز احطك مثل مع سنوب دوج علشان سنوب دوج اتحبس كتير، فانت ربنا يحفظك يا رب. بعد الشر لكن عليك ان عمليا شاء الله. سنوب دوج مثل، فبقى في اجيال جديده تعرف سنوب دوج اللي بيمثل مش اللي بيراب. امينيم حاله مختلفه اصلا لان هو وايت رابر، وده حاجه في حد ذاتها في امريكا كان شيء غريب وقت ما طلع امينيم. بس فعلا. السؤال بقى، ويجز شايف نفسه هيكمل راب لحد امتى، ولا الراب برضه هيبقى مرحلة ويجز هيكمل في مشروع تاني؟ طيب انا عايز اقول لك يوسف، بالنسبه لي مزيكه الراب جزء كويس وانا شاطر فيه وبحس ان في ناس اشطر مني اكيد فيه، وبس انا بحاول ابقى كرييتيف بشتى الطرق، انا بحاول اخرج من كل قالب حد هيحطني فيه. يعني انت تقول لي انا رابر، انا فعلا رابر واكتر بشويه، يعني اعرف اعمل حاجات تانية هعملها، لو عجبتني نوعيه مزيكا جديده هختبر نفسي عليها وهشوف برضو آراء الناس إيه فيها، وهشوف اللي اداني تعليق إيجابي ربنا يخليه، اللي اداني تعليق سلبي هحاول أشوف ليه شايف الموضوع وحش وهطوره وهشتغل عليه. فأنا حاسس إن أنا طول ما أنا عايش بتعلم وطول ما أنا عايش بخوض تجربة جديدة، فنفسي برضو ما يبقاش الموضوع أنا براب بس ولا مش عارف إيه، لا أنا عايز عمري كفنان يبقى أطول بشوية، عايز أعمل حاجة كلاسيكية، عايز أعمل حاجة اخد فيها مزيكا مصري، عايز اخد حاجه من مزيكا نوبي، عايز اخد حاجه من مش عارف ايه كده، فانا هشوف فين ارثي وهشوف فين حاجتي اللي انا باجي منها وهبتدي ادرسها وهبتدي ما اطلعهاش حتى غير لما اكون درست من فيك كفايه ان هي تبقى عجباني انا كشخص، اول ما اطلعها تبقى مش عارف تليق بس بالناس يعني وتليق بالجمهور. طيب